رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، ولا زالت ردود الأفعال بتتوالى بعد توجيه النيابة العامة الاتهام لجمال الجبالي بقتل السفير بهجت سالم. معنا في الاستوديو الصحفي سليمان الحداد اللي انفردت جريدته بنشر تفاصيل القضية لأول مرة. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. خلينا نبتدي من عند السؤال اللي كان قبل الفاصل، وهو لو كانت في علاقة بين جمال الجبالي المتهم سابقا بحادث تفجير الكنيسة وبين السفير سالم، هل ده معناه ان للسفير اي صلة بحادث الكنيسة؟ هو ده موضوع جريدتنا بكرة بالظبط، لان حيثيات النيابة في اتهام الجبالي جت بعد معاينة مسرح الجريمة واكتشافهم بصمات الجبالي. ايه علاقة ده بالسؤال وبحادث الكنيسة؟ يا فندم، جلسة الطعام بتؤكد ان العلاقة بينهم مش مجرد علاقة قاتل وقتيل. بهجت سالم وجمال الجبالي كانوا يعرفوا بعض وكانوا بيتناقشوا في أمر ما قبل ما يقوم الجبالي بقتله. حضرتك ليه مصر على أنه هو القاتل؟ قصدك النيابة مش أنا، ومن واقع معلوماتي بقول أن السفير كان عنده معلومات أكتر من اللازم عن عملية الكنيسة، وده اللي خلى جمال الجبالي يصف أي أطراف لها علاقة بالقضية ده بعد صفقة براءته. اسمح لي، دي مجرد تخمينات. حضرتك جبت منين أي معلومات عن صفقة تمت لبراءة جمال الجبالي؟ مصادر مؤكدة يا فندم. تقدر تقول لنا إيه هي؟ حضرتك قبل ما تكوني مذيعة كنت صحفية وعارفة يعني إيه سرية المصادر. إحنا قدام حياة بني آدم ممكن يبقى بريء، ما ينفعش نتمسك بسرية مصدر زي ده. بريء؟ لا اسمحي لي يا أستاذة، ده اسمه دفاع غير مبرر عن قاتل. دفاع غير مبرر؟ بحضرتك بتسمي التخمينات الغير مسؤولة واللي ملهاش مصدر موثوق يأكدها دفاع غير مبرر؟ بتسمي التناقض في كلامك بين العلاقة بين جمال والسفير من ناحية وقتله من ناحية تانية دفاع غير مبرر؟ ليه رافض ان جمال ممكن يبقى بريء من قضية الكنيسة وان الحكومة المصرية نفسها هي اللي برأته؟ ليه ما تصدقش ان ممكن قتل السفير سالم يبقى اتهام ملف؟ ليه مصر على مسك اول خيط وباني عليه اتهام كبير تلف حوالين رقبته؟ ما توصفش دفاعي عنه غير مبرر، اوصف هجومك بانه غير مبرر. نخرج لفاصل ونرجع لكم. ايوه يا سيدي، مين على هوا اهو. انا مش عارف ازاي سخنت عليه كده. شريك يا صاحبي، اللي يشوفها ايام حادثه الكنيسه ما يشوفهاش النهارده. دي سكه واحده مفيش في قلبها غير السماح والود، مش ناقص بس غير خطوتك الحنينه تمر عليها. تفتكر ايه اللي افتكر؟ انا مستشار القلوب، ما يغركش حبتين الاجرام والشقاوة دول لزوم اكل العيش. تعرف يا بابو، ليلى دي الست الوحيدة اللي اتمنيتها في حياتي. تعرف ان انا تخيلت شكلها من قبل ما اشوفها؟ تخيلت وشها، ملامحها عاملة ازاي، لون شعرها، لون عينيها. عشان كده ما استغربتش لما شفتها، ما حسيتش الاحساس اللي عارف واحنا صغيرين، احساس لما كنت بتيجي تتعرف على واحدة لاول مرة. عارف الاحساس ده؟ لا انا ما اعرفش، انا كنت بدخل واتجوز على طول. لا انا كنت بخطب واخلع بعد كده. يا بختك، يا ريت نعرف اعملها دي. لا انا بتدبس في جواز. بس خلاص بقى، في حاجات كتير تمنعنا اعمل كده. ليه يا عم؟ انت مش شايف هي عامله ايه عشانك؟ دي احسن حاجه حصلت لي في حياتي. طول الوقت كنت بحاول احافظ عليها لدرجه اني بخاف اقرب منها، بخاف احكي لها انا مين ودنيتي كانت عامله ازاي. عارف يا بابو لما تحب حد قوي ونفسك يفضل معاك، بخاف تتكلم وتحكي عشان احتمال كبير قوي لو حكيت يكرهك ويبعد عنك. وليه يا عم تحكي في اللي فات؟ ما اللي فات مات خلاص وما عادش يجي منه. لا بيجي منه يا بابا، كل اللي عاشوا حياتنا عارفين ان بيجي منه كلام وقلق ورغي، والحكايه ما بتنتهيش. اديك انت قلتها، الحكايه ما بتنتهيش والمشاكل ما بتخلصش، يبقى مالهاش غير حل واحد، روح لها اقعد معاها اتكلم واحكي لها. مش كل حاجه يعني، احكي لها اللي يطمنها عليك ويقربها منك. خير يا منى؟ تتكلمي انتي ولا اتكلم انا؟
في ايه؟ انت عارفه في ايه؟ كل الناس عارفه في ايه؟ انت مش بتدافعي عن جمال كشخص، انت بتدافعي عن جمال عشان حد بتاعك او فاكره انه بتاعك. الكلام ده كلام فارغ، سبق وقلت لك مفيش حاجه بيني وبينه، كانت حاجه قديمه وانتهت. انت بتحكي عليا ولا بتحكي عن نفسك؟ وانا لسه شايفاه من شويه ده انفعال على جورنالجي كان لازم ياخد على دماغه. بقولك يا ليلى، ما تعذبيش نفسك على حاجه مش بتاعتك. بتقولي الكلام ده لنفسك؟ عماله تجري ورا وهم كبير اسمه جمال الجبال، انت فاكراني بحبه ولا ايه؟ جمال ما بحبش حد، لا انا ولا انت ولا اي واحده اعرفها. جمال بيظهر في حياتنا بحبه وبسحره علشان يخليكي تنسي الدنيا، وفي اللحظه المناسبه بيختفي، سيبك من غير امل ومن غير قلب. مش عارفه اذا كان اللي حصل معاكي حلم حلمتي في الضلمه ولا هي حاجه حقيقيه حصلت فعلا. ده مش كلام واحده بتكره جمال، ده كلام واحده بتكره نفسها عشان بتحبه. طالما مش عايزه تصدقي انت حر، انت اللي مش عايزه تصدقي اني مش بتاعك. اصل استحاله واحده تكون سلمت نفسها لواحد زي زيتون. تتخيل او تتصور انها ممكن تكون اللي جمال يستحقها. وانت بقى الست اللي جمال يستحقها مش كده؟ هتطلقي علي جوزك وتتجوزيه؟ ولا هتبقي زي ما انت كده بتدوري كل شويه على واحده زي تتخانقي معاها عليه بس علشان تحسي ان ليكي قيمه؟ لكن انت اللي بتضحكي عن نفسك. بقول لك ايه يا ليلى؟ انا مش عاوزاكي تكرهي جمال، انا عاوزاكي تحبيه، تحبيه قوي، وتسمعي نفسك وتصدقيها ان انت ما تقدريش تعيشي من غيره، عشان تتعذبي لما تشوفيه معايا. شريف بيه، اسمح لي بسؤال اخير. اتفضل. محضر الضبط مذكور فيه عدد من السجاهات اتاخدت من بيت المهندسه روبا مع حاجات تانية. مش شايف انه غريبه ان بيان الحرز يثبت كل الحاجات دي ما عدا السجاهات؟ غريبة قوي انه ما حكالكش. ده اللي حصل ليلتها ما يتسكتش عليه. ما حكاليش حاجة يا منى، وبصراحة أنا مش عايز أعرف. بقولك إيه يا أشرف، أنا فوق راسي مشاكل أكتر من اللي عندك مليون مرة، فما تعيشليش في دور الضايع وفوق شوية. هو أنت جاية ليه؟ عايزة إيه؟ جاية أقولك إن علي عرف إن أنا بضحك عليه، وإنه بيتهم جمال إنه أبو ابن. مشاكلهم مع بعض وهيحلوها هما، في حاجة تانية؟ لا، ده انت ضايع بجد. هو مش جمال ده صاحبك واكتر من اخوك؟ طبعا اخويا. خلاص، ازاي تسيب علي يتهم متهم زي ده؟ وانا مالي؟ صح، كان ممكن يبقى كده لو الموضوع ما يخصكش، لكن هتعمل ايه لما تعرف ان رامي يبقى ابنك انت يا اشرف؟ نعم، انت بتقولي ايه؟ الاسناب. بقولك ايه؟ علي بره. علي؟ هو ايه اللي هيجيبه هنا؟ معرفش، بس ما ينفعش يشوفك. ما يشوفنيش ده ايه؟ روح افتح.
بقول لك ايه، انا مش عايز مشاكل، انا هقفل الباب ده واطلعي. انت فاكر انه يهمني يا ست؟ انا يهمني؟ بقول لك ايه، طب افرض كان مراقبني وشافني وانا طالعه، ما هو كده هيشك فيك اكتر. اتصرف انا، انا هقول له اي حاجه، المهم خليك هنا. ما كنتش اتخيل انك جبان قوي كده. مساء الخير يا اشرف، هو انا صحيتك ولا ايه؟ اهلا يا علم، معلش كنت في الحمام. ايدك دافيه، هي الميه قطعت في الحمام؟ يا علي هو تحقيق ولا ايه؟ لا يا رب، دردشه صحاب وانت عارف. اهلا اهلا، انت اول مره تشرفتني في مكتبي. وبقى اشهر من نار على العالم. اكيد من بعد براءه جمال من قضيه الكنيسه جالك شغل كتير على حسه. تشرب ايه؟ ملوش لازمة، أنا ماشي على طول. هو سؤال جمال فين يا أشرف؟ ما شرفني ما اتكلم. بعد اللي حصل منه ما تتكلم بينا خلاص. هو إيه اللي حصل؟ جمال خني. هو فين يا أشرف؟ معرفش. ما بيكلمكش العادي يا. لو حصل وكلمك قول له إن هقتله. تقتله؟ إيه التخريف دي؟ تخريف زي ما كنت متوقع. انت المحامي بتاعه ولازم تدافع عنه. انت لو هتتكلم بالطريقه دي يبقى لازم ادافع عنه طبعا. ما فكرتش لحظه يا اشرف انك بتدافع عن الانسان غلط؟ وانت ما فكرتش انك بتتهم بني ادم غلط؟ انا متاكد، زي ما انا متاكد انك هتبلغه بزيارتي وبالرساله اللي قلتها لك. لقيت الجمال وانا وانتي بنساعده على كده. انا عمري ما كنت افكر ان انا اتجوز ابدا. امي ماتت وانا صغير، وعيت على الدنيا لقيت نفسي عايش انا وابويا لوحدينا، كنا مبسوطين قوي. عمري ما حسسني ان في اي حاجه ناقصه، بالعكس كان دايما بيعمل لي اي حاجه عشان يساعدني. لما ابتديت اكبر شويه ابتديت افهم، عرفت ان طول الوقت كان صحابه وقرايبنا كانوا عايزين يتجوز، بس هو ما كانش عايز، كان رافض فكره مرات الاب. لما كبرت حسيت ان هو ده الشكل الطبيعي للحياه، واي حاجه تانية معايا مش هتظبط. امال اتجوزت في ريالي؟ هو اللي حصل حصل. فريال حسستني اني ملاش غير في الدنيا دي، كانت طول الوقت بتعمل اي حاجه عشان ترضيني، كانت مخلصه معايا لدرجه ان انت عمرك ما تشك انها بتكذب ولا بتمثل. اتجوزنا فجاه لقيت الحياه اللي عايزاها مش هي اللي انا راسمها في دماغي ابدا، لحد ما فهمنا بعض لقيت ان هي بني ادم انانيه وطماعه، حتى الحب عندها والمشاعر بحساب. فجاه من بعد ما كنت اهم حاجه في حياتها بقيت ولا حاجة، ما بقتش شايفاني، مش شايفة غير نفسها وبس. بس أنا كمان مش ملاك يا ليلى، أنا كمان عملت حاجات غلط كتير أوي في حياتي. ساعات كنت بحس إن أنا أسوأ حاجة في الدنيا، ما كنتش برجع، بالعكس كنت بكمل. كنت فاكر ان انا بشتغل لصالح البلد وعملت فلوس كتير اللي هي كانت عايزاها، بس بعد ايه؟ بعد ما خرجت من حياتي. ده اللي خلاك تعيد حساباتك نهائي؟ انا بعد ما عرفت فريال كويس بقت بالنسبه لي حاجه زي اي حاجه ملهاش قيمه عندي في الدنيا. امال مين؟ سليم. سليم ابني الحاجه الوحيده اللي غيرتني. فجأة حسيت إن هو كبر، فجأة لقيته بيتكلم معايا وبياخد رأيي وفهمني وفهمه. فجأة حسيت إن هو وحشني أوي، حسيت إن أنا بعيد عنه من ساعة ما اتولد. أه كنا بنلعب ومبسوطين وكل حاجة، بس عمري ما شفته كده.
فجأة خفت عليه، خفت لما يكبر يبقى زيي، خفت لما يكبر عليه واقف مكاني. طب ودلوقتي ناوي على ايه يا جمال؟ ناوي ارجع كل الطريق اللي حكيته لك ده من الاول. مش لوحدك، انا لازم ابقى معاك. ما ينفعش، عمري ما عرضك لخطر ابدا. انا ما ينفعش اسيبك تضيع مني تاني، ده بالنسبه لي الخطر باين. يا ليلى انا كفايه على ان انت صدقتيني، كفايه على ان انت رضيتي تسامحيني. كلنا بني ادمين، كلنا بنغلط وهنفضل نغلط، مش عيب اننا نسامح. مش ده كان كلامك اللي علمته لي؟ بونجور يا بيبي. بونجور حبيبتي، تعالي تعالي شوفي الخبر ده. لا مش قادرة اقرا اي حاجة على الصبح طبعا. قولي حول العرب يا ستي، مرات الشيخ نوح. ايه اتطلقوا؟ شكلهم هيتطلقوا قريب قوي. اشمعنى؟ علا نزل لها خبر في الجرايد انها بتتعايد على بطولة فيلم. لا بعد ما سابت الرقصة هتمثل؟ ويا ترى بقى هنتفرج على فضايحهم الاول ولا على الفيلم الاول؟ اديكي قلتيها بنفسك، الراجل ده غريب جدا مش قادر افهمه، وده اللي بيخليني مقلق منه حتى ايام شغلنا الاولاني. ما غريب الا الشيطان يا بيبي، انت بس اللي بتلون الناس كلها بلون واحد، مع انك لو ركزت هتلاقي الالوان كلها متلخبطه على بعض. يا حبيبتي ده مش كلامي انا لوحدي، كل الناس اللي في السوق بتحكي عليه، عامل فيها شيخ ومحسوب على الطيارات الدينيه، وفي نفس الوقت مراته رقاصه وعندها كباريه. تقدري تقولي لي افهم ايه من التركيبه دي على بعضها؟ والله بقى كباريه، مستشفى، بازار، اي مكنه وبتطلع فلوس. وبعدين لو على الراس ما هو بطلها الراس، وهو اسمه شيخ شيخ برضه. مش عارف، وارجع واقول لك ممكن تبقى علا عامله كل ده بتسوق لنفسها بروباجندا يعني. وبعدين انت ايه مشكلتك؟ ان شاء الله يدخل سلاح مصر. مشكلتي ان انا مش فاهم الموضوع، ما ببقاش مرتاح وانا شغال معاه، غريب فعلا. اللي زي نوح ده عايز واحده ست تفنطه وتفهمه صح. في الحقيقة أنا ما عنديش أي معلومات عن المحطة دي يا فندم. إزاي يا مستر أسامة ما عندكش معلومات؟ ده أنت مكلفني بنفسك بدراسة المنطقة. من فضلك ما تتكلميش غير لما أوجه لك السؤال. يا فندم أصلاً حصل يا فندم إني كلفتها بالدراسة دي، الدراسة اللي على أساسها قررنا استبعاد المنطقة دي من أي خطة إنشاء محطات جديدة، لأن الكثافة السكانية بتاعتها أقل من اللازم. ده غير إن رأي اللجنة الفنية إن إحنا كان ممكن نزود البث اللي خارج من أي محطة قريبة عشان نغطي المنطقة دي، وده اللي حصل فعلاً. بالعكس بالعكس يا فندم، الكلام اللي بيقوله ده كلامي أنا. لما قررت عدم وافقتي عن الموضوع انا فاكره كويس انا قلت ايه بالنص. قلت ان سكان المنطقه اقل من 600 نسمه، والهويات اللي عاوزين يحطوها على البر اكبر بكتير لمنطقه زي دي. ما حصلش، وحتى لو حصل يا فندم الشركه استحاله توافق ان احنا نركب 7 هويات على برج واحد، منهم 5 على نفس المستوى. ده غير ان الزوايا اللي متركبين بيها موجهين بره الحدود بتاعتنا، وده ضد سياسه اي شركه، لان ده هيسمح بتمرير مكالمات دوليه بدون رسوم، وده هيسبب خسائر كبيره لاي شركه، ده غير شبهه التخابر طبعا. طب لو الشركة مش مسؤولة عن المحطة، ازاي تقارير الصيانة دي سعادتك تخرج منها وعليها بيانات المحطة؟ اتفضل. وتوقيعات شخصيات كتير غير توقيع الباشمهندسة بما فيهم توقيعك. تقارير مزورة طبعا. يعني التوقيعات دي مش توقيعاتك؟ توقيعات سليمة يا فندم، بس في غير مواضعها. يعني ايه؟ يعني الورق ده خارج من الشركة فعلا، دي تقارير صيانه ومتابعه دوريه، مهندسه هي اللي مسؤوله عن الكلام ده كله، عن التقارير دي جوه الشركه بتاعتنا، ومن السهل جدا ان هي تحط التقرير اللي هي عايزاه في وسط الورق ويتمضي من غير ما حد ياخد باله. وده هيفيدها بايه؟ هيفيدها ان هي تقدر تتردد على المكان باسم الشركه وتعمل كل اللي هي عايزاه، وتستخدم موارد الشركه زي ما هي عايزه من غير ما حد يقول لها ازاي وليه. حرام عليك، انت عارف كويس قوي ان ده عمره ما حصل. يا فندم لو في اتهام موجه ليا او للمسؤولين عندنا في الشركه هيبقى اتهام بالثقه الزياده في انسانه كانت غير محل ثقه. يا فندم لو في تهمه متوجهه لنا هتبقى تهمه الاهمال، لكن عمرها ما هتبقى تهمه خيانه البلد. حرام عليك بجد، حرام عليك. الفكرة مش دخل الحاجات دي ازاي؟
الفكره ان واحد زي نوح السباعي باتصالاته ممكن يثبت ان عنده اكتر من 30 فرع فيدخل الكميات اللي هو عايزها، وهو في الاصل ما عندوش غير خمس ست فروع، بس مش دي القضيه. معاك حق، بس المشكله اللي مش قادر افهمها ان ازاي الورق اللي معاك بيقول ان في كميات اضعاف المسموح بدخولها في حين ان الحقيقه مش كده. مش عارف يعني بيدعي على نفسه بالكذب مثلا. بص انا سيدي راجعت تقارير المعامل وكشوفات المعامل الاسبوعيه وتقارير المخازن كلها، لقيت زي ما بقول لك كده، وكل اللي موجود في ابه. يعني ايه في ابه؟ المواد الخطره سواء اشعاعيه او غيرها القانون بيحددها بثلاث فئات، فئه الف ودي ما ينفعش تدخل اصلا زي مواد مخصبه وبلاوي، وب دي اللي بتدخل بتصريح زي استخدامات المعامل والاسمده والمبيدات، جيم دي عادي بقى بتدخل عادي جدا بدون اي ورق، مجرد اشراف مش اكتر. عايز تقول انت لقيت حاجه من فئه الف؟ بيني وبينك انا ما اتاكدتش من ده لسه، بس شاكك ان في حاجه مش مظبوطه. شوف يا حسين، الحكايه كده شكلها فيها عك جامد، واحنا مش هنستنى لما نتاكد، لازم نعرف شكل العك ده ايه بسرعه. انا ما لاحظت حاجات غريبه مرت قدام عينيا وكنت بفوتها، بقول ده مش شغلي لحد ما اتاكدت من الورق اللي معاك. حاجات غريبه زي ايه؟ زي مثلا اعاده تصدير المواد المنتهيه الصلاحيه. القانون بينص على انك لو دخلت مواد زي دي وفضلت قاعده عندك بدون استخدام وتاريخ صلاحيتها انتهى بترجعها تاني للبلد اللي استوردتها منها. طب وايه المشكله؟ المشكله بقى اني كنت بشوف الشحنه دي تدخل ترانزيت توصل بتاريخ النهارده تاني يوم يتغير ورقها على انها وصلت من سنه ونص، يعني ميعاد صلاحيتها انتهى وبالتالي لازم يرجع يسفرها للبلد اللي جابها منها. طب وليه ما تقولش ان هو بيرجعها لبلد تانيه خالص؟ معذور عليها الاستيراد من دول كبيره منها يعني علاقات مفتوحه فروق اسعار ودي ارقام بالملايين، مش كده ولا ايه يا حسين؟ كلام معقول. قول لي يا حسين، الشحنات المنتهيه الصلاحيه دي كمياتها بتبقى قد ايه؟ كونتينرز، يعني تملى مخزن كبير. انا فاهم قصدك، بس برضه ما تكملش الكميه اللي على الورق يا جمال. طب ازاي؟ في فرق بين المتخزن ترانزيت وضيف عليهم كمان اللي بيستخدم في المعامل وبين اللي على الورق. الاثنين دول سوا مش مكملين اللي على الورق يا جمال. ما احنا لازم نعرف. اسمع يا حسين، دلوقتي لو طلبت منك تجيب لي عينه من فئه بيه تقدر تجيبها لي؟ هي صعب بس اقدر. قول لي هتعمل بيها ايه؟ مش انا اللي هعمل، هي اللي هتعمل. هي مين؟ فئه بيه. الحكاية كلها على بعضها كده ما تركبش، بس هم مصرين يركبوها ويورطوها لوحدها. طب ازاي؟ دي حاجة ما ينفعش الواحد يعملها لوحده، ده برج وانشاءات وتجهيزات، ازاي يعني؟ هم هيعتبروها المهندسة المسؤولة، وهياخدوا معاها كام فني وتتقفل القضية على كده. أنت شايف إنهم هينجحوا في كده؟ قانونا محبوكة صح جدا. روبا ماضيه بنفسها على اوراق بتثبت انها المسؤوله عن الموقع ده. ده طبيعي تبقى ماضيه بنفسها، ده شغلها، لكن بالتاكيد مش هتستغل الموقف ده زي ما هما متهمين. انا اللي بفكر فيه حاجه تانية خالص يا ليلى. ايه هي؟ مساومه. ازاي؟ اللي بتتعرض ليه روبا دلوقتي نوع من الضغط عليها لمساومتها على حاجه هما خايفين منها. هما مين؟ هما كشركة؟ مش شرط، ممكن هما، ممكن حد من وراهم وبيستخدمهم للغرض ده. أنا ما بقتش فاهمة حاجة، كل اللي أنا فاهماه إن روبا مظلومة وإننا واقفين مش قادرين نعمل لها حاجة، حالتها بتسوء كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله. أنا عارف، عارف. الحكاية محتاجة شوية صبر يا ليلى. هي حكيت لك عن سيديهات كانت محتفظة بيها؟ سيديهات إيه؟ روبا وقت ما تم القبض عليها اتخذ من عندها سيديهات، ده اتكتب في محضر المباحث، ومن المؤكد طبعا انها بفعل فاعل، والواضح ان الموضوع تم باقصى سرعه لدرجه ان اللي خد السيديهات ما كلفش نفسه وحط سيديهات مكانها عشان يظبط بيان الاحراز. تقصد انهم مورطينها في الحكايه دي كلها من ورا السيديهات؟ تبقى حكيت لك عنها. أنا هقول لك على كل حاجة.
تمام تمام، أبلغه بآخر التفاصيل بعد ساعة. تمام سعادتك. إيه هو اللي تمام؟ العنصر اللي هنستخدمه من جوه الأوتيل غير الشيفت بتاعه بكرة زي ما أمرته عشان يبقى بعد الظهر وجاهز بمعرفة كل التفاصيل. زي ما عيدت بنفسك يا شوقي، الداخلية مطلعة طامي حراسات ألف للوفد ده، ثابت في اللوبي وكوريدور الغرف بتاعتهم ومتحرك أثناء الزيارات الخارجية. مظبوط سعادتك. أنسب مكان لتنفيذ العملية هو المطعم، ده المكان الوحيد المفتوح اللي بتجمعوا فيه كلهم في وقت واحد ويسمح بدخول أي حاجة احنا عايزينها. عشان كده أمرت إن العنصر اللي هنستخدمه يبقى من اللي شغالين في المطعم؟ بالظبط. بس كده هتواجهنا مشكلة تانية، دخول القنبلة. احنا لو حطينا القنبلة جوه شنطة أي جيست من اللي في الفندق هنحتاج نفككها، وده طبعًا هياخد وقت لتجميعها تاني، غير بقى احتمالية إنها ممكن تترصد على جهاز الفحص وهي داخلة. ما تقلقش يا شوقي، أنا عامل حسابي. كل يوم الساعة 11 بالليل في عربية توريدات بتسلم طلبات للمطبخ. القنبلة هتدخل جوه كرتونة منهم. هتتخزن مظبوط ويتأمن عليها بحد من عندنا لحد ما بلغك ساعة الصفر. تمام. تمام يا علي. طيب، أسيبكم تتكلموا براحتكم. مشوار كده وهرجع لكم. ماشي. يا زين، ايه الاخبار؟ ليلى بتقول لي انك عايزني في موضوع مهم. انا مقدر الخطوره اللي بعرضك ليها يا جمال. البوليس بيدور عليك وممكن يوصلوا لك في اي لحظه. اما عادي، ما تشغلش دماغك. بس انا عايز اعرف بتقدر تتحرك ازاي كده من غير ما يوصلوا لك؟ دي حاجات متمرن عليها طول عمري، لدرجة اني حبيت خلاص الموضوع. خير بقى فيه. يا ترى ليلى نقلت لك شكوكي بخصوص قضية القبض على ربا؟ ربا مين؟ البنت اللي خدت منها التسجيل وزعته في حلقتها بتاع المكالمة اللي بينك وبين ابو العزم. هو ده المصدر اللي ما رديتش تقولي عنه، مش كده؟ بالظبط. خافت تعرض حياتها للخطر، بس اهو اتورطت في قضية أكبر. قضية ايه؟ قضية تخابر. ربا مهندسة اتصالات في شركة سيجنال، اتهموها بالتجسس على مكالمات مسؤولين كبار في الدولة لصالح إسرائيل. وده ايه علاقته باللي بيحصل معايا؟ ربا وقت ما تم القبض عليها للأسف كان عندها سيديهات كتير عليها تسجيلات. التسجيلات دي والسيديهات دي اختفت أول ما راحت النيابة، أو تقدر تقول اتسحبت بفعل فاعل. والتسجيلات دي كان عليها ايه؟ اللي عرفته من ليلى انه تقريبا كل مكالمات ابو العزم في الفتره الاخيره. وعلاقه ربا بابو العزم اللي خليها تسجله؟ انت ما تعرفش ان هي اخت الصحفي رضا حلمي اللي كان على صله بابو العزم قبل ما يتم اختفائه بطريقه غامضه. يعني حد قاصد يحميه حتى بعد موته. ابو العزم هو اللي قتل السفير بهجت سالم اللي انت متهم فيه. الحاجات دي يا جمال لما تيجي تركبها جنب بعض تلاقي لا يمكن تتم بالصدفه. في حد مرتبها ومصر انها تتم بالشكل ده. دايره تصفيه وتنظيف. بس اللي انا متاكد منه ان الدايره دي يا جمال بدات تقرب وهتقفل عليك. بص يا زين، كل اللي عمال تحكي فيه ده ما فيهوش جديد بالنسبه لي. انا ممكن احكي لك حاجات اكتر من كده بكتير. الدايره اللي بتتكلم عنها دي انا اللي راسمها وعارف كل تحركاتها. ابو الحزم اللي مات وفجاه عملوه شهيد، انا اللي قتلته. ايوه انا اللي قتلته. يمكن دي حاجه في مصلحتهم، عشان كده كان لازم يكملوا ويخفوا اي مكالمات عشان ما يفضحوش اللي وراه. مين اللي وراه؟ جهاز سري انا كنت واحد من المسؤولين فيه. مهمتهم عمليات معينه زي الكنيسه وغيرها. يعني انت كان ليك يد في عمليه الكنيسه؟ ايوه.
بس مش انا اللي كملتها. وغيرها زي ايه؟ مش مهم تعرف يا زين. مش مهم اعرف؟ مش مهم اعرف؟ وانا اللي جاي انبهك واقول لك خد بالك تقول لي مش مهم اعرف؟ انت عارف انا عملت ايه يا جمال؟ انا ضحيت بوظيفتي وبمركزي علشان اعرف. لما حسيت ان في شبهة فساد في قضيتك وانك ممكن تكون كبش فيها لحد تاني رفضت اكمل. عارف ليه؟ علشان عايز اعرف، عايز اوصل للحقيقه. عارف يعني ايه الحقيقه؟ واديك عرفت الحقيقه. تقدر بقى تبرأني من اللي انا فيه؟ ابرأك ازاي وانت مذنب؟ ومين قالك ان انا مذنب؟ باعترافك دلوقتي. ده كان واحد لازم يموت مش انت اللي تحدد. انا اخترت صفك وطلع غلط. ما تضحكش على نفسك، انت اخترت صف الحقيقه ما اخترتنيش انا، وكنت فاكرها معاك. وهي فعلا معايا يا زين. ازاي دي بقى مشكلتك انت؟ انت بتشوف كل حاجه بعينك انت وبس، عشان كده شايفني مجرم ومذنب. عارف لو شفتها بعينيا هتعرف ان انا مظلوم وبريء. ما تتعبش نفسك، هي حقيقه واحده ملهاش تاني. حتى لو كده يا سيدي حاول تساعدني، خلينا نفضحهم قدام العالم كله. يا زين، يا زين مش انت لوحدك اللي ضحيت، انا كمان ضحيت ودفعت الثمن ولسه بدفعه ومش عارف افضل ادفعه لحد امتى. المشكله ان انا مش عايز ابرر نفسي من تهمه ولا اتنين، المشكله اكبر من كده بكتير قوي. حتى لو فكرت ارجع مش هقدر. عارف ليه؟ عشان خلاص مسكت اول الخيط بايدي، الا لو شديته هيكر كل فضايحهم، وهم من الناحيه الثانيه برضه عايزين يشدوه عشان يجيبوني لحد عندهم، وساعه ما ياخدوني هيدفنوا كل حاجه تحت الارض. يا زين فكر معايا يا زين، انا مش عارف اعمل حاجه لوحدي، انا عايزك تساعدني وعايز ليلى تساعدني وعايز كل بني ادم نضيف يقدر يساعد. يساعد في ايه؟ انت بتحكي عن كيان هلامي، تنظيم سري عايش حوالينا زي الهواء، عمالين بنتنفس فساده كل دقيقه. ايه الخيط اللي في ايديك؟ انت قلتها من غير ما تاخد بالك، هي دايره وعماله بتخنق عليا لحد ما تقفل. هي اسمها دايره ليه؟ عشان خلاص كملت. دور يا زين دور، اكيد هتلاقي اللي يفيدنا.